20 سنة من العطاء ريهام نسوا بسبب أربع حلقات من سكرون؟ لا هما مش بسبب أربع حلقات على فكرة خالص لا لا يعني هما بسبب التوقف كتير يعني مش عشان حصل مشاكل او اربع مشاكل في 5500 حلقه حلقه الثعلب حلقه التخان لا مش عشان كده لا عشان التوقف الكتير يعني توقف سنه فتات المول وبعدين ارجع وبعدين توقف سنه تانية وبعدين سمنه توقف سنه يعني توقفت في الخمس سنين فاتوا ثلاث سنين فثلاث سنين مش على الشاشه ولما بتطلعي ما بتكمليش سنة فخلاص لكن هو زي ما يقولك ايه الزن على الودان أمر بالسحر لو أنا موجودة طول الوقت لا ما حدش كان هيفتكر حاجة طب اختيارك للحلقات أو المواضيع يعني واحد يحصل معه مشكلة أول مرة يقول أنا أتفادى أنها تحصل معايا في المرة الثانية طب مرة واثنين وثلاثة وأربعة هل عن سابق تصور مفيش حاجة شبه في حاجة يعني لما توقعي في نفس تكون مثيره للجدل يعني انا اليوم في عندي معايير معينه في البرنامج بعرف انا مش لازم اتخطاها لا 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 انت لو انت السبوت عليكي زي محمد رمضان مثلا طيب محمد رمضان عمل حاجه ما عملش حاجه هيتكلموا لازم هيتكلموا لازم هيثيروا الجدل ليه لانه عدى الخط الاحمر بتاع النجاح يعني. انت اقل حاجه بتحصل يعني كانت تسبب لك مشكله هو كلامك هيبقى صح لو احنا غلطنا وما صلحناش احنا ما غلطناش ولا مره احنا بيغلطونا طب بس صار في قواضي وصار في كلنا احكام طلعنا فيها براءه مش ولا احكام ولا حكم طب اتسجنتي 45 يوم ليه؟ ما اتسجنتش اتحبسنا احتياطي طيب كان كل مره بنطلع من اول جلسه ده دليل على ان مفيش حاجه خالص يعني دايما لما بيبقى في قوالين او شهود او حاجه لكن احنا من اول جلسه لان مفيش اي حاجه خالص لكن لما حد يبقى متضايق منك او عايز يوقعك بيقعد لك بالورقه والقلم كده ويعمل لك افخاخ ويعمل لك صور ويفبرك لك حاجات ويقتطبوا من فيديوهات ويحطها لك ويعملوا مش عارفه ايه ف هي عشان كده ما بتقولي لي وحشك كرسيك لا لان انا عارفه خايفه منه اصلا مش خايفه لا ما خافش بس انا عايزه اعيش في سلام خلاص انا تعبت يعني انا النهارده بكره هرجع هبقى انجح من اربع سنين وهحقق مشاهده اقوى من اي حد موجود الحمد لله الحمد لله الحمد لله متفق إلا بالله ولكن وجع دماغ هتلاقي برضو الصحفي اللي هيفضل متضايق بك وهتلاقي الموقع اللي بيعمل ضدك وهتلاقي الزميلة اللي بتوقعك وهتلاقي اللي بيبعتلك المعدة عشان يجيب لك حاجات فيك هتلاقي من كل حتة والمشكلة انك ما رح تعرف تدير الموضوع يعني انت يا اما بيك تشتغلي بنفس الخط اللي تعودتي تشتغلي فيه ولو اخترتي خط اخر مش هتكوني انت صح؟ لا هي لو قلنا ان احنا عملنا مثلا 6000 حلقه في حياتنا ووقعونا ثلاث مرات مثلا ده رقم قياسي يعني انا شايفه ان احنا كنا واخدين بالنا برضو قوي لا انا بقصد دلوقتي لو رجعت حتى ريهام اخترتي رح تقدري ترجعي تتناولي نفس المواضيع اللي كنت تتناوليها قبل بنفس الزخم بنفس سقف الحريه ولا لا حسب القناة سامحالك بإيه وأنا ست بروفيشنال لو القناة مش عايزة يتزع عليها واحد اتنين تلاتة أربعة لازم هسمع الكلام يعني طبعا بس إيه رح تبقي تشبهي نفسك فيها لا أصل هما مش بيقولوا لي مثلا أقول حاجة كذب أو مش حقيقة مش أو مضرة لكن افرضي إن هما سياستهم إن هما مش عايزين يطلعوا ده خلاص أنا عندي صفحة على الفيسبوك وعندي على الانستجرام وأي حاجة عايزة أوصلها للناس أقدر أوصلها على المستوى الشخصي لكن في الآخر أنا موظفة في قناة لازم أحترم سياستها وتوجهها